هانا البنات كما شفتوا كيكه العلم الزينه تاجات، وخصوصا مع المذاق ديال الليمون ما نقولش ليكم فنه ما شاء الله. درت لها الصوص ديال الشوكولاط، راه الشوكولاط ذوبتو هذاك الكره ذوبتو، درت ليه شويه ديال الحليب صافي وعطاني هكا. هانتوما بالصحه والراحه، جربوها صباح العيد ان شاء الله. رشه ديال الملح، كاس ديال السكر سنيده، وثلاثه البيضات. في جوج اكياس ديال الفاني، الموت يولي الخليط كله بيض. المهم نضيف الزيت تدريجي شويه وكاس ديال الحليب، بالنسبه للزيت راه كاس ما عامرش، كاس لارو. والحليب حتى هو نضيفو بشويه بشويه، نص كاس ديال العصير ديال الليمون نضيفو حتى هو نخلط. بغيتو ديرو الحامض بغيتو ديرو الشوكولا، صافي. دابا نضيف الدقيق، بقية الدقيق بقى ليا خمارات، ندير جوج خمارات جوج. بالنسبة للدقيق نضيف جوج كيسان أونص كما العادة، الكاس الأولاني هالكاس الثاني، وأنا كنغربل هاد الدقيق راه كنغربلو ونعاود نغربلو. انا دابا كنضيف دفعه وحده، كنضيف جوج كيسان وشويه ماشي حتى النص، وكنخلي هذاك النص نخلي منه بحال كنضيف جوج كيسان ومعلقه، وعاد كنضرب كلشي في خطره. نتوما شنو يغلبش عليكم تضيفوا بشويه بشويه. نضيف جوج اكياس ديال الخميره، كل وحده فيهم 7 غرام بحال 14 غرام. صافي هنا نضرب كل شيء خضره، خلي هذا هكا. ها انتما جوج كيسان ونص خليت من الكاس شويه باقي ما كملتوش. ها انتما دابا القوام ديالها. المهم البنات استعملت هذا المول، هذا راه ما كيلصقش، هو خديته ب 100 درهم غير صغير ماشي حتى الكبير، خديته ب 100 درهم حيت الكبير كيدير 160 درهم. المهم انا راه ما كنلصقش هو، ولكن انا درت هذاك شويه الزبده وشويه الدقيق باش تجيني محمره مزيان، هذا ما كان. المهم انا نفرغ فيها الخليط، صافي ها هي. ندخل هذا دابا الفران اللي يكون بارد وعاد نشعل عليه، ندخل الفران وهو باقي طافي، غير كندخلها الفران كنشعل عليها ونقص العافيه النهايه، حتى كنبدا نشم ريحه الكيك في الدار عاد كنحل عليها نشوفها فين وصلت.
انتم البنات صافي هنا انا غنزينها غير بالشوكولا الصوص ديال الشوكولاته دوبلت واحد شويه ديال الشوكولاط مع شويه ديال الحليب وغنزين بها زوينه ومع المذاق ديال الليمون ما نقولش لكم غتجي اكثر من رائعه وجات مفشفشه تبارك الله جات رطبه ما شاء الله. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. الا كانوا كيعجبكم الكيكات قولوها ليا وراه بقى ننزل معكم شكيلات ديال الكيكات ووصفات اللي زوينين وما تهبطش ليكم من الدقه الاولى كما قلت لكم قبيله. ايوا هذا هو الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وجربوا هاد الكيكه راه غادي تنال الاعجاب ديالكم وغتبهروا بها العائلات ديالكم وكتعجب الكبير والصغير خصوصا بمذاق الليمون راه ما نقولش لكم. ويمكن لكم تستعملوها في اي مول عندكم نتوما ماشي مشكل، اي مول عندكم في الدار استعملوه. انا غير هذه يلاه شريته قلت نجربه مع خواتاتي علاش لا. ايوا هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلام عليكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. شكرا، السلام عليكم.